السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. فيديو اليوم رح نحكي عن شغلة في كتير أعضاء سألوني عليها، وبصراحة أنا كنت أعمل عليها فيديو بس قلت لحالي أعمل ولا ما أعمل. بقى اليوم رح نعمل اللي هو الجير اللي أخذناه الجديد اللي أخذناه من الجامبينج بوكس اللي هو هاد. كل فترة وفترة راح تلاقوا انه انتوا اعطوكم جير هاد. الجير هاد طبعا في منه R وفي منه SR. خلينا نرجع لهون على المنيو، بعدين الايتم ستيج، بعدين المسك مدري شو بسموها ولا الوان يوز. هون راح تلاقي مثل ما انتوا شايفين عندي 42 واحدة من الR و29 واحدة من الSR. هلا ممكن انت يكون عندكم اقل وممكن يكون عندكم اكثر حسب انت وين واصل بالبوك، وحسب انت اذا مستخدم منهم ولا لا، لاني انا مستخدم منهم كم واحدة. بقى شو افضل استخدامات نستخدمها لهدول الجير؟ طبعا هلا احنا اذا احنا بنوصل لاعلى سي سي باللعبة للشخصيات العادية تبعنا لازم نحط جير SSR، لانه الاس اس ار هو الوحيد اللي فيك تعمله يو ار. بقى اذا انت بدك اعلى سي سي ما فيك تستخدم على شخصيه انت بدك تستخدمها، ما فيك تحط اس اس ار. ليش؟ لانه الاس اس ار ما بينفع، سوري الار والاس ار ما بينفع. ليش؟ هلا في واحد ممكن يقول لي طب ليش ما انا الجير الار اجي لهون ضل ارفعه عند مارلين لحتى يصير يو ار؟ ما فيك تعمل الحركة. ليش؟ لانه الجير اذا كان اس ار بيرتفع فقط للاس اس ار، بعد الاس اس ار ما عاد فيك ترفعه لليو ار. اذا كان الجير ار بيرتفع للاس ار ما عاد فيك ترفعه للاس اس ار. عرفتوا كيف؟ هاي شغلة مهمة لازم تعرفوها، هاي اول شغلة لازم تعرفوها، انه الجير فيك ترفعه بس فيك ترفعه درجة واحدة من الاس من مثلا الدرجة اللي هو فيها للدرجة اللي بعدها فقط، ما فيك تضل ترفعه تضل ترفعه لحتى توصله يو ار. لو عملت هيك صح راح تكلفك موارد كتير، بس ما يعني انت راح تستفاد بالاخير. خلينا نجرب واحدة من الوحدات، مثلا هلا هذا نحطه مثلا، خلينا نقول لمين نحطه؟ مثلا لليليا. ها رفعناها للاس اس ار، هلا بنجي مره ثانيه نرفعها ما بنلاقيها لانه اوريدي استخدمناها. عرفتوا كيف؟ بقى هي هي الطريقه. هلا خلينا نشوف قديش راح تاخذ معنا. وين لليليا؟ لليليا ايوه الثانية اللي حطينا عليها، ولا احنا ما حطيناه تحت بيكون وينو؟ عاد شو رفعنا واحد من هدول؟ عم ضاع ضاع الجير ولا هون صار؟ ضاع الجير ولا انا شكلي حاطه على حدا بس نسيان على مين حاطه. خلينا نشوف ليليا الثانية، هاي جيرها اوريدي عليها. هو مو هذا، مو جيرها، جير بان هذا ولا برين هيلد؟ لا برين هيلد. صح، فينا من هون نعمل اكويبت ونشوف وينه. اعتقد هو شو مشكلة، حتى نسيت شو كانت القطعة عبارة عن شو. يا عفو الله بدور بكل هدول. وكمان حالات انا ما عندي جير كثير. خلص بلاها بلاها. هون مثلا. المهم هلا بقى بنجي للشيء المهم اللي لازم نحكي عليه، لانه ما بدي اضوع الفيديو وانا عم دور على القطعة. هلا شو فائدة طيب هذا الجير؟ هلا اول شيء بالنسبة لانت واحد جديد باللعبة وما عندك جير اس اس ار ولا يو ار، فيك تحط على شخصياتك الرئيسية الجير الاس اس ار والار مبدئيا. ليش؟ لانه في شغلة جدا حلوة بالجير هاد. شو هي؟ انه انت بتختار شو القطعة اللي بدك اياها من هون يوز. فيك تختار بدك اياها بريسلت، بدك اياها نيكليس، بدك اياها بيلت، بدك اياها رينج ايرينج،
وبتحط بدك اياها اتاك ولا اتش بي ولا ديفنس ولا رون ولا شو بدك اياها، وراح تتحول هي للقطعه اللي انت بدك اياها مع ماكس ستاتس. يعني خلينا نجرب مثلا هاي نحط اتش بي لانه احنا بدناها على اساس اتش بي. هلا هي هي القطعه، بنفوت لهون، بنفوت على الجير، بنلاقي القطعه هون، وشو عليها؟ اول شيء بتلاقيها ماكس من هون وماكس من هون. هذا طبعا الشيء راح يرفع شخصيتك كثير كثير سي سي تبعها. هلا صح هو ار، بس ار مثلا كله ماكس احسن من هاي القطعه. خلينا نشوف ونتاكد من هذا الشيء. هلا السي سي تبع مارلين حاليا 51 و349، والاتش بي تبعها 146، 51 و146. هلا بنيجي بنشيل هاي، بنحط هاي، زاد 53 يعني زاد 2000 وشوي هون، او 1900 وشوي، وهون زاد 47 كان، يعني زاد بحدود ال 28 زاد، او 18 زاد 18 ولا 47، يعني زاد 8 بس زاد 8 بس. تخيل من جير اس اس ار لجير ار نزلته للار وارتفع معي 7000. تخيل تعمل هيك بكل جيرك. بس طبعا شو، مثل ما قلت لكم، اذا عندك اس اس ار 15 دائما احسن. اذا عندك الجير الاس اس ار عشان تسوي يو ار بعدين، اعمل هالطريقه. بس هلا اذا بدك جير انت ما تشتغل عليه وبس تحطه لشخصياتك عشان تاخذ سي سي، هي الطريقه احسن طريقه. انك انت الشخصيات اللي مثلا انت، خلينا نقول انت مش شبه جديد باللعبه ولهلا عم تعمل جير لشخصياتك الاساسيه، ما عندك لسه موارد تقدر تعمل للشخصيات اللي تحت، لانه الشخصيات اللي تحت بدها جير كمان عليها مشان يزيد السي سي تبع اللي فوق. عرفتوا كيف؟ انت بتاخذ من اللي تحت تاخذ 10% اللي فوق، بقى حتى الجير بينحسب. يعني شوفوا مثلا هذا زودني هلا 268. اذا بحط عليه هلا لهذا جير، او عليه جير انا حطيت عليه هذا الجير 360، زاد شو 1200 يمكن هيك زاد، ما بطلع ما في صراحه قديش، لانه هو كان يو ار بيو ار، يعني ما زاد كثير، زاد اعتقد 3% ولا 4%. المهم بقى هي الطريقه الثانيه اللي فيك تعملها، انه انت اذا جيرك اللي فوق اس اس ار بس اللي تحت لسه ما عملت له اس اس ار او يو ار، بقى فيك تحط عليه اس ار او اس او ار. هلا بنيجي اذا انت اوريدي يعني عندك جير منيح بس بدك تستفاد من هدول، شو بتعمل؟ الشغلة الثانية اللي بتستفاد منها فيهم اللي هو رفع السي سي، اللي هو الاكاونت باف. الاكاونت باف شو فائدته؟ انه انت على كل الشخصيات اللي عندك والجير اللي حاطه على الشخصيات بتاخذ سي سي. هذا السي سي بيفيدك مشان ترفع الاتش بي تبعك لكل الشخصيات اذا انت فعلت هذا الباف. اول شيء بتبلش اذا انت السي سي تبعك 6000، بتبلش اذا انت قديش، مليون لا حتى 500، بتبلش اذا انت 500، وكل ما زاد السي سي تبعك كل ما بتاخذ باف اعلى. يعني شايفين انا مثلا هلا موصل 8، اذا قدرت توصل 10 مليون بيزيدوا كل اتش بي فريقي 14% زياده. تخيل هلا هو زايد 3، يعني بيزيد 1% زياده لكل شخصياتي. طبعا انا لاني صار لي زمان باللعبه اوريدي اغلب شخصياتي عليها جير، وفي شخصيات لسه ما حطيت لها جير لاني مالي خلق، لاني كنت عم مستنى على اساس يجيبوا الجير جاتشا، وصل لهم بحدود السنه هلا الكامله ولهلا ما جابوا الجير جاتشا مره تانية. بس اذا جابوها بسوي لكل شخصياتي جير، او على الاقل بسوي لهم يعني بحط عليهم جير مشان بعدين نطوره. بقى هلا بنيجي لشو اعمل لحتى اخذ البف هاد. شو بتعمل؟ اي شخصية عندك ياها بتحط لها هون جير تحت. ليش؟ لانه تحت الاتش بي اكتر شي بيزود لك سي سي. الجير اللي تحت اكتر شي بيزود لك سي سي. يعني شوف مثلا هاد هلا السي سي تبعه 24000، خلينا نقول حطينا له جير ار، خلينا نقول ار هاي بيلت، خلينا نشوف وين البلت. هو ليش
قول عليك. ايوه عليك. وين هي الار؟ هي الار. خلينا نقول حطينا له ار من هي لهي. ايوه عليك. ار من هي كان 24,000. شوف هلا ايش صار. 27,000 زاد 3 زاد 3,000 سي سي. هذول 3000 سي سي راح ينضافوا هون، راح يزيد السي سي تبعي وهكذا وهكذا لحتى اوصل اللي بعدها. بقى مشان هيك فيك تعمل شغله. شو هي؟ اذا شخصياتك الاساسيه بس عليها جير والباقي ما عليه جير ابدا، مو نص نص يعني ما عليه جير ابدا، شو بتعمل؟ اي شخصيه عندك ياها بس على اليسار بتحط لها، يعني الأربعين هدول كلهم بتحطون اتش بي بريسلت، اتش بي بريسلت، اتش بي بريسلت، هيك عليهم كلياتهم. بس هي اللي تحت ليش؟ لانه ليش راح تعطيك كله 15. هلا اذا ما عندك جير بتحط كله، تحط الجير اللي بدك اياه. بس اذا عند ما عندك جير كامل او عندك بس على الشخصيات الاساسيه بدك تحط هيك، بقى بتحط هون. اذا عندك جير لا باس به وبدك تكمل الجير تبعك، بالنصيحه مني حطوا تحت التنتين اتش بي، يعني حطوا تحت 2 ار اتش بي مشان يزيد السي سي تبعك على الاقل. على الاقل كل شخصيه راح تزيد بحدود 3000 الى 4000. خلينا نقول انت عندك مثلا بحدود ال 100 شخصيه بدك تحط له هذا الجير، يعني هيك راح يزيد عندك بحدود ال 500,000 او النص مليون. ايه نص مليون سي سي هون. لما يزيد نص مليون السي سي هون، خلينا نقول انت والله مثلا شو كنت واصل 3500 بتوصل 4000، بتصير الاتش بي تبعك زياده 12%. عرفتوا كيف؟ وكل ما سويت الحركه اكثر بالار والاس ار، لا تستخدمون على شيء بس استخدمون مشان يزيد السي سي تبعك هون. هي افضل طريقه. يعني هيك هلا في عندك ثلاث طرق رح تستخدم الجير الار والاس اس والاس ار اللي اعطونا اياه مجانا، لانه بيعطيك فول ستاتس، بيعطيك ستاتس كامله، يعني ما رح تحتاج انفيل. اول طريقه اذا انت جديد فقط بتحط على الشخصيات اللي عندك اللي ما عليها جير او لسه ما عملت لها جير، او انت بتحط على الشخصيات المساعده اللي بتحط على التيم من تحت مشان تساعد فريقك لحتى يصير اقوى واقوى واقوى. والطريقه الثالثه مشان ترفع الاكونت سي سي تبعك، وباول شيء بتبلش باللي تحت. نصيحه مني لا تحطوا فوق، لانه اللي فوق بيعطيكم كثير سي سي، يعني ممكن يعطيكم 500 الى 400. بقى بس حطوا تحت الاتش بي اللي على اليسار وعلى اليمين، والافضل انك تحطهم كلهم على اليسار عشان يزيد اكبر عدد ممكن. بعدين اذا خلص من على اليسار ساعتها فيك تبلش من على اليمين مشان تاخذ الباف تبع الاتش بي. بقى بس هون بكون سلام ثاني، مجدكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا بتاع سلام لايك للفيديو، تشتركوا على القناه كل جديد، مني اشوفكم اخر فيديوهات ثانيه. مع السلامه.